لكن في تحليل. النهارده ابونا كان بيزورهم، وما في منهم بنت في المستشفى ابونا راح زارها، وعمرنا ما هنسيب اولادنا لا مسيحيين ولا مسلمين، عشان تبقى عارف. يعني انا بمشي في الشارع هنا بسلم على كل الناس، في واحد شيخ هنا ما بقابله بياخدني بالحضن. عايزين ايه اكتر من كده؟ كل الارهابيين ايه الرساله اللي توجهها لهم؟ قال لهم لو عندكم دين اعرفوا مين ربكم، لكن دول ما عندهمش دين. وانا الكلام ده قلته امبارح، لا عنده دين ولا عنده وطن، لان ممكن تكون جاي من اي حته واخد فلوس وجاي يعمل اللي هم بينفذوه، اللي هم بيملوه عليه، روح دمر، روح فجر، روح اعمل، حرام عليهم. بيوت بتتقفل وعيال بتتيتم. نازلة عز اخواتي اللي هم ماتوا دول. الحمد لله والمحلات فاتحة. شيء لا، الدنيا طبيعية خالص، مفيش أي حاجة ولا في أي قلق. وهنروح الكنيسة وهنموت في الكنيسة، مش مشكلة. إحنا رايحين الكنيسة، عمرنا ما هنسيب الكنيسة. هنبقى في الكنيسة على طول. هم عايزين يمنعونا من الكنيسة، لا مش هنتمنع نهائي من الكنيسة. وبعدين لا مسلم ولا مسيحي. ده إحنا إخواتنا كلهم مسلمين. حزنان من حزن الدنيا على اللي حصل ده في الكنيسة. نقول له ازاي اللي بيحصل، وايه اللي مفجر ده، وايه اللي بيحصل.